صديقتي تقول ممكن الواحد ينظف بدون ما يحس، يعني بدون وعي مثل البكاء وغيره. يعني بدون نية قصدك، أو هو حاط النية بس لسه ما اختار الأداة، فبالتالي سوى أداة بدون ما يعرف. ممكن خلنا نقول مثلا، خلنا نفترض الآن شخص حط معانا نية التنظيف بداية الشهر ولسه ما قرر أخذ كذا أسوي كذا، أنظف بالطريقة هذه ما أنظف بالطريقة هذه، صارت في ظروف وركب السيارة أو راح مع شخص في السيارة ونسى جوالاته، أوكي، والشخص مشى في السيارة وقال له استنى شوي بنزل البقالة أو كذا، وحطه في مكان مظلم خلنا نقول، ونزل بدون جوال بدون أشخاص، وقعد يستنى 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 في مكان مظلم ما في ناس ما في شيء، وقعد خلنا نقول ساعة ساعة ونص ينتظر. وفي هالانتظار هذا صارت حالة صمت، انه هو ما عنده اي أداة يعني يشتغل فيها وما عنده اي شيء ينشغل فيه، فصارت حالة صمت، دخل في يمكن طبقات من الصمت، واستطاع انه ينظف ولو شيء بسيط، يعني لو يعني مراحل بسيطة من الصمت، فيحس انه هو يعني يوم رجع البيت انه كأنه في شيء تغير، كأنه في شيء مختلف كذا، يعني مثلا ممكن. بس في النهاية انه في نية، لما حطيت النية انت تيسرت لك الأداة اللي توريك الطريق. صديقتي تقول أنا يصير مزاجي برتاح لما تحدث هيك ظواهر وأشياء، شو السبب؟ قصدك الكسوف مثلا، ولا خسوف، ولا حرب، ولا شوفي خلينا نتكلم بشكل عام. أول شيء في ناس تحب أي ظاهرة سلبية، تنسجم مع أي ظاهرة سلبية، حرب، انفلونزا، كورونا، يعني يتمسكون في القصة هذه، يحسون انها هي تعطيهم طاقة، تعطيهم كذا يعني باور، تعطيهم شعور بالحياة، تعطيهم معنى، ف يعني يشبكون مع هذه الاشياء. ف ومو بالضرورة انهم هم سلبيين، لكن مرات يكون عندهم حاجة لطاقة ما قدروا يحصلونها إلا بهذا الطريق. وفي ناس برضو خلنا نقول إنه رؤية الناس للسلب والإيجاب وشعورهم تجاه السلب والإيجاب تختلف من شخص لآخر، لكن ما أقدر أقول إنه شخص والله منسجم مع موضوع الكسوف هو شخص سلبي بالضرورة، لأن هو ممكن يكون هو لا، هو يعني يحس بإحساس مختلف غير. ففي ناس تعلق في بعض القصص تناسبها، تحتاج منها طاقة، مرات تحتاج تتبادل الطاقة من هذا الشيء. المهم إنه أنا هل يناسبني هذا الشيء؟ هل والله الدكتورة سوين فتحت حلقة كاملة تتكلم عن الحرب، هل الموضوع يناسبني؟ طب ما يناسبني، هل أنا هاج؟ هل أنا قاعدة هج؟ ما أبغى أسمعها، قاعدة هج لأنه أعتقد أنه كلامها عن الحرب سلبي، فبالتالي يعني إذا أنا بهج وخاف أنه السلبي يأثر علي فأنا عندي مشكلة. إذا الدكتورة سمية كل يوم بتفتح بث وتتكلم عن الحرب فمعناها عندها مشكلة، معناها هي متورطة، يعني منها خايفة وأنها متورطة بالموضوع وعالقة وما عندها حل للقصة هذه. فهالسؤال برضو، هل أنا بقعد أتابع قصة الحرب كل يوم؟ هل هو أرجع؟ هل أنا هارب أو غير هارب؟ الشيء الثاني إنه في أشخاص هم عندهم دور في التدافع، عندهم دور في التدافع، لذلك هم موجودين مرات وسط العاصفة، هم موجودين وسط العاصفة، موجودين وسط الألم، هذا دور أرواحهم، إنهم هم موجودين في الطاحونة كذا في الطاحونة هم موجودين، تالي هم عندهم معنى لوجودهم وسط الطاحونة،
عندهم شعور خاص فيهم، قد يشعرون أنهم أبطال، قد يشعرون أنهم هم يعني متسقين مع هالقصة، فهذه بطولتهم أنهم هم عايشين الحرب، عايشين الكسوف بعمق، عايشين. فهذا دورهم في التدافع، هذا جزء من طاقة الشيء، أنه مرات الحرب تحتاج عشان هي توصل 100% وتتم، تحتاج ناس يعني يوقدون الحرب، صح ولا لا؟ تحتاج طاقة، فهذول الناس هم طاقتها. فالمهم انهم هم عارفين انه هذا هو دور ارواحهم، انهم هم جزء من طاقة هذا الشيء، جزء من حركة هذا الشيء، انه هو يتحرك، فبالتالي يدفون يعني يدفعون. مرات يكون الموضوع لا، بس انت عندك رسالة تجاه هذا الشيء، هذه المرة أو هذه الحرب فقط، أو هذا الكسوف فقط، أو هذه القصة فقط. أنت تحس أنها سلبية، بس تحس أنك أنت كان في شيء مرتبط فيك، أنت لازم تدخل في الموضوع بعمق، فيكون عندك كارما معينة مرتبطة بهالقصة، لازم تدخل، لازم تتفاعل مع القصة، لازم تعرفها. بشكل عام أنا أحب أني أكون مطلعة على كل شيء، مطلعة على كل شيء، الأسوأ الأشياء وأخبث الأخبار وأسوأ الأخبار، وأحب أني أكون شايفة كل شيء على الطاولة. وأغلب الأشياء اللي أنا أشوفها على الطاولة أنا ما أحطها في الكوب، يعني أتأخر في الاعتقاد، أشكك يعني أتأخر، ماني متأكدة فعلا كذا مو كذا. وخصوصا حالات الحرب خدعة، يعني كثير الأخبار اللي تسمعونها هي خرابيط، يعني هي خدعة يعني. فأحب أني أنا أشوف وأسمع وأكون مطلعة، ويكون عندي يعني رؤية لكل شيء، وهذه الأشياء هي ما تأثر علي، يعني ما عندي حساسية ضد الأخبار السلبية. وفي نفس الوقت ما أخاف منها أو أهرب منها، لكنه أعتبر أنه يمكن جزء من الوعي أنك أنت تكون مطلع بشكل عام على الواقع اللي انت فيه، الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي، الواقع الديني، الواقع الجغرافي. احس هذه اشياء مهمة، يعني شيء اذا كنت بتسوي شيء، تنتقل مكان الى مكان، بتلبس نظاراتك بكرة بالكسوف، يعني تحضر تحضيراتك العادية اللي انت تبغى تحضرها، تكون على اطلاع، ليس الا انك انت اذا تقدر تسوي شيء تقدر تسوي شيء. بعض الناس تنسجم لأنه سلب، برضو في هذا النموذج، تنسجم لأنه سلب، لأنه هي غاضبة، هي خايفة، هي مرتبكة، فبالتالي هي مبسوطة أنه في شيء مقلق، في شيء مربك، تعالوا يا جماعة في يعني كسوف، في خسوف، في حرب يا جماعة، الوضع مرة موتر، خلونا نضبط تردداتنا، تعالوا نسوي مديتيشن نضبطه، يمكن نوقف الحرب. فيصير يعني هم كثير متوترين عشان فينسجمون لأنهم متوترين، ينسجمون يعني يعطون حجم بهالتوتر هذا. طيب يا جماعة طولنا عليكم، مرة متأخر التعليقات. أذكركم عندنا السول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التطهير الروحي من خلال التنفس، على الموقع سمية369.net، واللي ما حط النية يحط النية بليز، واللي ما حط خلفية الجوال، جميلة خلفية الجوال مريحة، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال. وعلى فكرة ترى ناقشنا الفيلم عميق وجميل، وأي شخص عنده أي مشكلة مع طفل الداخلي، رجل أو امرأة، عندك جرح مع طفلك الداخلي، عندك أزمة، أرجوك شوف الفيلم وشوف تحليلنا للفيلم، موجود على اليوتيوب، كثير مفيد، كثير راح يفيدك، راح يخليك تشوف زوايا مهمة في موضوع الطفل الداخلي. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.